اليوم اللي صار بالعراق؟ يعني اعتقد يتغير كل الوضع، العراق يصير بافضل حال. لا انا في قناعتي حيصير 3 قاعدين، ما تقبل غلط، العرب والسنه ما راح يتحملون. هذا نعتبره تصريح اي له رؤية مستقبلية. اي لا يصير اقليم سني، والاقليم السني حيصير مثل دبي والكويت، والاقليم الكردي حيصير مثل اليونان وبلجيكا وفرنسا، والاقليم الشيعي يصير حاله حال قريه من قرى بنغلاديش، اذا الله سبحانه وتعالى ما خلصنا من هذول. لهالدرجة.